بدأوا هجومهم فجر اليوم وتمكنوا من السيطرة. يعني لن تتوقف تلك الثورة لنقل العشائرية إلا بتحقيق مطالب الشعب. قسد عندما احتلت تلك المناطق حجة محاربة داعش هي لم تلقي بالا إلى الحاضنة الشعبية، لم تحاول أن تكسب أبناء تلك المناطق وأبناء تلك العشائر، إنما كان همها الوحيد إرضاء التحالف الدولي الذي لم يكن له هم سوى السيطرة على مقدرات المنطقة من بترول وغاز وغيرها. وهذا أدى إلى حنق كبير وغضب داخل أبناء العشائر وأبناء المنطقة بشكل عام نتيجة التصرفات العنصرية لميليشيا قسد واضطهاد أبناء المنطقة واعتقالهم وكم الأفواه، وبالتالي الشيء الطبيعي أن تثور تلك المنطقة.